السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. وكما وعدتكم في الفيديو السابق أننا سنبدأ في التطرق إلى هذه الأفعال ومشتقاتها في اللغة الألمانية. إذا فعل اليوم إن شاء الله هو فعل شلافن، وكما تعلمون فعل شلافن هو ينام. سنرى بعض مشتقات فعل شلافن. إذا كما كتبت لكم الدرس هنا حتى نستطيع أن يكون الفيديو قصير وتستفيدوا منه ولا يضيع الكثير من وقتكم. إذا كما تعرفون جميعكم فعل شلافن، أو بعض الناس الذين يعرفون شلافن، وهو ينام. ينام هنا مثالين: إشلاف منون أو أبنت، أو إشلاف أم أنونتفانتش أور بدون أبنت، تعني أنا أنام في الساعة التاسعة ليلا. أنام في الساعة التاسعة ليلا. أو إذا كتبتم هنا الساعة 21، فهنا نعلم أنها فنعلم أنها التاسعة ليلا، لا نحتاج إلى أبنس. أو هنا أعطيتكم في مثال في الحاضر ومثال في الماضي حتى نعرف أيضا كيف تصرف هذه الأفعال في الماضي. هنا المثال الثاني في الماضي: ich habe gestern, ich habe gestern sehr gut geschlafen، أو gestern habe ich sehr gut geschlafen. المهم هو الفعل يكون في المرتبة الثانية كما تلاحظون هنا. كما قلنا schlafen ينام. einschlafen، einschlafen وهو تنام بدون نية. مثال: أنت تشاهد التلفاز وتنام، لا تكون تنوي أن تنام. أو كما نقول باللغة العربية يغفو، يغفو وهي ينام، يكون يقرأ ويغفو، أو يكون يتفرج على التلفاز ويغفو. هذا الفعل هو باللغة الألمانية einschlafen. هنا لدينا مثالين أيضا، مثال في الحاضر والآخر في الماضي: ich lerne Deutsch bis ich einschlafe. Ich lerne Deutsch bis ich einschlafe. أنا أتعلم اللغة الألمانية حتى أنام. أو أي شيء، أنت تفعل شيء ثم تنام. أنا أشاهد التلفاز حتى أنام، أفعل هذا الشيء حتى أنام، حتى تغفو، يعني حتى تغفو. لكن هذا الفعل يتصرف في كثير من الأحيان فقط في الماضي، ليس في الحاضر يمكن أيضا أن نستعمله، لكن فقط يكون قليل جدا، لأن كما قلت لكم هذا الفعل يكون بغير نية، ليس عن قصد، لأنك تغفو. إيش لأن دوش بس أنشلاف، أو أي مثال بس إيش أنشلاف، يعني أنت تفعل شيء حتى تغفو أو تنام. هنا في الماضي: ich hatte so lange gewartet bis ich eingeschlafen bin. eingeschlafen وهو فعل einschlafen في الماضي، das perfekt. هنا كما تلاحظون هذا فعل haben، هنا في هذه الحالة وجب علينا أن نصرفه مثال في الماضي التام. سأعطيكم إن شاء الله درس على هذا، هذا فهو درس سنسترق له فيما بعد إن شاء الله. لماذا لم تكن هنا إيش هاب جفات، وهنا لدينا إيش هات جفات؟ هنا بكل سهولة فهو لأن يكون وقع شيء في الماضي وبعده وقع شيء آخر، أو وقع شيء في الماضي وهو بس إيش أينجشلافن بين، هذا شيء وقع في الماضي أنني غفيت، لكن هذا الشيء وقع قبل الشيء الأول. لدينا شيئان في الماضي وقعا في الماضي، لكن حدث وقع قبل الآخر، وهم هذه الأحداث وقعت كلاها في الماضي، لكن واحد سبق الآخر، وهذا الذي يكون سبق يكون في الماضي لكن يصرف بهذه الطريقة. سنسترق إن شاء الله إلى هذا الدرس ونحاول شرح بطريقة أحسن. هنا انتظرت طويلا حتى غفوت،
او غفيت او نمت. ايش هاد زو لانغ كفازي بيش eingeschlafen bin. هنا الفعل الثالث وهو ausschlafen. ausschlafen وهي تنام طويلا. تنام طويلا هي ausschlafen. مثال انت يوم الاحد لا يجب عليك العمل يوم احد. يوم الاحد تنام حتى الساعة 11 او 12. فهذا الفعل يسمى ب ausschlafen. هنا مثال في الحاضر ich schlafe diese Tage immer aus. ich schlafe diese Tage immer aus يعني في هذه الأيام أنام دائما طويلا. نعني بها في الصباح تصبح نائم لمدة طويلة. هنا في الماضي gestern bin ich zu spät ins Bett gegangen. البارحة ذهبت إلى النوم متأخرا. تشبيت ذهبت متأخرا إلى السرير أو إلى النوم. تسحال تعني لهذا السبب. habe ich heute ausgeschlafen. لهذا السبب نمت اليوم لمدة طويلة. هنا الفعل الرابع وهو verschlafen وهي تعني أنك تنام لمدة طويلة لكن لا تكون في نيتك أن تنام طويلا. مثال أنت تعمل على الساعة 8 صباحا وتستيقظ على الساعة 7 صباحا حتى تذهب إلى العمل وتصل في الوقت المبكر إلى العمل. لكن مثال في أحد الأيام تستيقظ حتى الساعة 8:30 أي تستيقظ متأخر. فهذا هو verschlafen. هذه هي verschlafen. أنك تنام ويذهب عليك الوقت لفعل أي شيء. إلى المدرسة أنت يجب عليك الذهاب إلى المدرسة على الساعة 8 صباحا لكن 8 صباحا تجدك لازلت في السرير. يغدر بك النوم باللغة العربية. فهذا هو الفعل verschlafen. أنت يجب عليك أن تستيقظ مبكر لكن تبقى نائما ولا تحس بمرور الوقت. هنا لدينا مثال وهو morgen habe ich einen wichtigen Termin so dass darf ich nicht nochmal verschlafen. morgen هنا يعني أننا في الغد لدي موعد مهم. لهذا صوت الثاني أيضا تسهل. darf ich nicht nochmal verschlafen. هنا عندما تكون أنت طرأ لك هذا الشيء في الماضي أنك نمت وتأخرت وهذا أعطيكم هذا المثال بهذه الطريقة. لدي موعد مهم جدا لهذا لا يجب علي أن أنام مجددا أن أنام لفترة طويلة. هنا في الماضي obwohl ich gestern einen wichtigen Termin hatte habe ich nochmal verschlafen. رغم obwohl تعني رغم أن كان لدي البارحة موعد مهم نمت مجددا. أو هذا الفعل كما قلت لكم باللغة العربية هو أنك تنام لفترة طويلة حتى تتأخر عن شيء. لهذا السبب habe ich nochmal verschlafen. نمت مجددا لفترة طويلة وتأخرت. إذا كما قلنا هذه أفعال هي المشتقات لفعل schlafen. schlafen وينام. einschlafen ويغفو. أو schlafen وينام لمدة طويلة. وverschlafen هو ينام حتى يتأخر على شيء عن المدرسة أو عن عمل أو أي شيء. إذا كان هذا هو فيديو اليوم إخواني وأخواتي. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.